فين ان شاء الله هنتكلم النهارده على الاوبتيك نيوروباثي. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الافرنت فيجوال باث واي كاناتومي وكليجنز، النهارده هنتكلم تحديدا على الاوبتيك نيرف، وهنتكلم على الباثولوجيز اللي ممكن تيجي في الاوبتيك نيرف. وطبعا اي باثولوجي هيجي في الاوبتيك نيرف هيبقى اسمه اوبتيك نيوروباثي. النيوروباثي بقى ترم اوسع من النيورايتس، احنا دايما نقول اوبتيك نيورايتس، لا النيوروباثي وايدر تيرم، هو البرودر تيرم اللي تحته يجي الاوبتيك نيورايتس. الاوبتيك نيوروباثي از كلينيكال دايجنوستس، يعني لازم كلنا نبقى على درايه بكده ان الاوبتيك نيوروباثي ده كلينيكال دايجنوستس. اوكي، نبدا الاول بالهيستوري تيكينج. لو بدانا بالهيستوري تيكينج في الاول، بما انه كلينيكال دايجنوستس، لان احنا بنتعامل مع كلينيكال دايجنوستس، فالاوبتيك نيورايتس اول حاجه فيه الهيستوري تيكينج. الهيستوري تيكينج بيبدا بالانست كورس ديوريشن، لازم اعرف بدا امتى وبدا ازاي والكورس بتاعه كان اكيوت ولا جرادوال بروجريسيف، الديستريبيوشن يونيلاترال ولا بايلاترال، كان سيمتريكال ولا اسيمتريكال، سيمالتينيس ولا سيكوينشال، يعني الاثنين لو هو بايلاترال حصلوا الاثنين مع بعض ولا سيكوينشال واحد ورا الثاني، السيفيريتي كان اثر على الفيجوال اكيتي، السيفيريتي كانت قد ايه بالظبط، بينفول ولا لا، ودي نقطه مهمه جدا، البين من علامات الاوبتيك نيورايتس. اوكي، ليميتيشن اوف اوكولار موتيليتي، هل كان معايا دبل فيجن ولا لا، ده بيحدد لي اناتومي اكتر، هل كان معانا اوفتالموكليجيا الى جانب النيوروباثي الاوبتيك نيوروباثي ولا لا، فده ممكن يحطني في اناتومي ويحدد لي اللوكاليزيشن اللي حصل فيه الاوبتيك نيرف افكشن. توزس، هل في حصل توزس ولا لا، فيلد ديفكت، هل حصل فيلد ديفكت ولا لا، واخيرا اللوكال اي مانيفيستيشنز. اللوكال اي مانيفيستيشنز عندنا الفوتوفوبيا، الكريميشن، الاكزوثالموس، الريد اي. يبقى الايتيمز دي كلها لازم اكومنت ابون وانا باخد الهيستوري تيكينج لعيان جاي لي بسسبكتد اوبتيك نيورايتس. اوكي، او اوبتيك نيوروباثي. ايه الكومن برزنتيشن للاوبتيك نيوروباثي او الاوبتيك نيورايتس؟ الكومن برزنتيشن اول حاجه الفيجوال فيلد افكت، والفيلد افكت هيبقى شكله عامل ازاي من المحاضره اللي فاتت؟ المحاضره اللي فاتت هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى في سنترال سكوتوما او سيكو سنترال او بارا سنترال، مش احنا قلنا الكلام ده؟ يا بارا سنترال يا سيكو سنترال يا سنترال سكوتوما. بالمنظر بالشكل ده، شايفين كده؟ يبقى شايف الصوره بهذا الشكل وفي في الوسط حته سودة. تمام؟ ديسكروماتوبسيا، ديسكروماتوبسيا يعني مش شايف اللون كويس، مش شايف الالوان كويس. سلام اتفضل. abnormal papillary pupillary sorry هي دي spelling mistake بس abnormal pupillary response. تمام، اللي هي afferent pupillary defect relative afferent pupillary defect اللي هو كلنا عارفينها اللي هي swinging light test. swinging light test لو تاخدوا بالكم في حاجه مش موجوده في الثلاثه symptoms دول، في حاجه احنا عارفينها ومش موجوده، ايه هي؟ فيجوال اكيوتي. انتوا ايه الصمت الرهيب ده؟ فيجوال اكيوتي، يعني الطبيعي ان احنا كل الكونسبت بتاعنا ان عيان الاوبتيك نيورايتس هيجي بديمينيوشن اوف فيجن. ديمينيوشن اوف فيجن او لوس اوف فيجن الحقيقه از بلس اور ماينس، يعني الثلاثه دول هما الكاردينال اللي انا بشخص بيهم الاوبتيك نيورايتس او الاوبتيك نيوروباثي، ده بلس اور ماينس ديمينيوشن او لوس اوف فيجن. يعني ممكن العيان الفيجوال اكيوتي بتاعته ما تتاثرش، ولكن يبقى فيه الثلاث حاجات دول اللي هم يشخصوا لي ان انا عندي اوبتيك نيورايتس او اوبتيك نيوروباثي. يبقى الديمينيشن اوف فيجن اللي احنا كلنا مقتنعين ان هو السيمتوم الرئيسي والاساسي في الاوبتيك نيورايتس، لا اتس بلس اور ماينس. اوكي، زي ما اتفقنا هو كلينيكال دايجنوستس، بس احنا يهمنا جدا حاجه ثانيه الايتيولوجي. يعني احنا كلينيكالي نقدر نشخصه، مش محتاج ان انا اعمل فيردر انفستيجيشن. يعني انا عشان اشخص اوبتيك نيورايتس مش محتاج ان انا ابعت العيان زي عندنا في النيورولوجي كده زي الابيليبسي. الابيليبسي از كلينيكال دايجنوستس. اما ليه بتعمل تبعت العيان يعمل انفستيجيشنز؟ عشان ايتيولوجي، عشان احط ايتيولوجي. فهو الاوبتيك نيورايتس ما هو الا حاجتين كبار، كلينيكال
دايجنوسز خلاص شخصته كلينيكالي، اي فيرذر انفستيجيشنز انت ناوي تعملها او هتعملها او عملتها بيبقى بغرض السبب، لان هو ده التشالنج الحقيقي في الحاله. التشالنج الاولاني السهل قوي هو التشخيص، وده قائم على كلينيكال بيزس. لكن التشالنج الثاني في الحاله هو ايه؟ هو ايه السبب؟ ان انا اعرف الاتيولوجي، لان هو بناء عليها حدد السبب. طيب ايه الاسباب اللي نعرفها للاوبتيك نيوروباثي؟ عايزين كده برين ستورمنج، قول معايا كل واحد يقول واحده. ام اس ماشي، ام اس. طب نكبر كلمه ام اس نخليها دي ماينيشن. دي ماينيتنج ديس اوردرز. ايه تاني؟ انفلاماتوري. برافو عليك. طب هو في فرق بين الانفلاماتوري دي ماينيشن؟ اه في فرق، بس برافو عليك. تمام. ايه تاني؟ انفكشوس. سكيميا. ايه تاني؟ كون هيريديتري. قصدك هيريديتري زي الليبرز. برافو عليك. ايه تاني؟ توكسيك. برافو عليك. ايه تاني؟ ما فيرال ده انفكشن. انفكشن. ايه تاني؟ كومبريشن. برافو عليكي. كومبريشن. ايه تاني؟ اسكيميك اتقالت. تمام. انتوا تقريبا قلتوا يعني 80% من الاسباب. الاسباب فعلا كالاتي: اول حاجه ديمايلينيتنج، تاني حاجه انفلاماتوري، بما يعني ان فعلا انفلاماتوري غير ديمايلينيتنج، نون ارتريتيك اسكيميك وارتريتيك اسكيميك. يعني اسكيميك دي تتقسم حاجتين: ارتريتيك ونون ارتريتيك. تروماتيك، نسيتوها، تروماتيك اوبتيك نيوروباثي، تروما. انفلتريتيف، كومبريسيف، هيريديتري، راديشن، بارانيوبلاستيك، توكسيك، ونيوتريشنال. لا مش 80%، انتوا جبتوا 60%. تمام. طيب ليه انا عملت جروبينج؟ ليه عامل جروب؟ انتوا واخدين بالكم ان انا عامل جروبينج اوف ايتمز ولا لا؟ ايه ليه عامل جروبينج؟ ايه الفرق بين الجروب اللي فوق والجروب اللي تحت؟ لا مش ده، مش تقسيمه مش بيزد على كده. اكيد التروما يعني مش ذات كومن. سوري. برافو عليك. ان ده اكيوت اونست وده ايه؟ جرادوال اكتر. برافو عليك. هو ده فعلا الفرق بين الاثنين، ده رابيد اونست وده جرادوال اونست. عشان كده ده لونه احمر وده لونه ازرق، عشان يعني ايه بالراحه بالهداوه بلو كده رايق. لكن دول اكيوت او رابيد، لكن ده جرادوال اونست. وبالتالي يبقى انا لما خدت الهيستوري في الاول، واول حاجه كانت في الهيستوري كانت ايه؟ اونست كورس ديوريشن. يبقى انا ده هيحط لي الاونست، هتحطني الى حد ما في جروب من الجروبس بتاعه الايتيولوجي. اوكي. طيب نبدا. اتفضل. انا عارف ان مثال الكول بيعمل كده، بيعمل اكسبرايز الواحد. طيب هنيجي اللي انت بتقوله ده، هنيجي لكل اللي انت بتقوله. يعني الحاجات اللي جرادوال اونست دي هنقول ان هي تيبيكالي ممكن تيجي جرادوال اونست، لكن ليها اكسبشنز هنيجي لوقتها. اللي انت بتقوله كلام صحيح فعلا، ولكن هنيجي لوقتها. ده مش بس التوكسيك، ده في حاجات تانية. البارانيوبلاستيك اللي احنا متخيلين ان هو لازم يجي جرادوال، لا ممكن يبقى اكيوت. الراديشن ممكن يبقى اكيوت، فاهم قصدي؟ ولكن ده الاكسبشن. لكن ال معظم الاسباب دي بتبقى جرادوال اونست اكتر. تمام. انت اخترت اكزامبل واحد اللي هو الاكزامبل الاكيوت في التوكس. تمام. هنبدا باول واحد. احنا كده بدانا بديمارينيتنج، هنبدا باول واحد اللي هو الديمارينيتنج اوبتيك نيورايتس. الكومن برزنتيشن زي ما اتفقنا هيجي ازاي. العيان هيجي يقول لي ايه؟ هيجي يقول له ايه من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده؟ برضه ديمينيشن فيجن اول حاجه. لا احنا اتفقنا اول حاجه ايه؟ سكوتوما، ديسكروماتوبسيا. يعني ايه ديسكروماتوبسيا؟ في خلل في الالوان. والحاجه اللي انا هشوفها بقى اللي هي الافرنت بيوبيلري ديفكت. ولكن طبعا ممكن يبقى معاه بين. احنا نسينا بقى حته البين لان نيورايتس. ديسكروماتوبسيا. في حاجه اسمها اوتوف سيمتوم. اوتوف سيمتوم وهنقولها دلوقتي، ودي حاجه مميزه للديمارينيتنج اوبتيك نيورايتس. فلاشز، ممكن العين يشوف فلاشز. في بيبر دي اتنشرت في 2016 اهي، اتنشرت في 2016، لطيفه جدا. كانت بتتكلم عن الاوبتيك نيورايتس في المالتيبل سكليروسز، والحقيقه كانوا من ضمن الصور اللي منزلينها في البيبر، منزلين صوره من وجهه نظر البيشنت اللي جاله اوبتيك نيورايتس. فمختارين اللي هي كابينه التليفون بتاعت لندن. اشمعنى اختاروا دي؟ عشان رد. صح، برافو عليك. ليه؟
لان الريد هو الموست فالنربل كلر تو بي افكتد في الاوبتيك نيورايتس. يعني الاوبتيك نيورايتس بيأثر اكتر على الريد. فده العيان قبل ما يجيله الاوبتيك نيورايتس. ده بعد 2 ويكس من جال الاوبتيك نيورايتس هنلاقي هنا حصل حاجه اسمها بليتشنج. بليتشنج يعني ايه؟ يعني اللون بهت. عارفين لما تحط كلور كده على حاجه ملونه فاللون بتاعها يروح؟ ده نفس الفكره، كانك حطيت كلور على اللون فتحس ان حصل بليتشنج. بليتشنج يعني تبييض، تمام؟ الكلام ده بعد 4 ويكس بدا اللون يرجع تاني، وبعد 6 شهور رجع تاني باك تو نورمال. ده مش القاعده طبعا، ولكن يعني معظم البيشنتس ممكن يرجعوا باك تو نورمال. الحقيقه نفس الفكره دي كان بيشنت بقى مصري بعتها لي على الفيسبوك مره. بيشنت عندي ولد لطيف جدا، هو معيد ومعيد في كليه علوم، فبيعملوا معامل يعني تجارب في المعمل وحاجات زي كده، فعنده مشاكل رهيبه مع الالوان. يقول لي انا بتفضح في السكشن، يعني يقولوا لي هو ده كده بقى احمر ولا لا، ولا شايف ده احمر ولا شايف ده ازرق، وغير كده كمان بيبقى فيه تغيير في البرايتنس. فالولد بعد ما اتحسن فجاب صوره اللي هي الاوريجينال دي، وقال لي انا كنت شايف بالليفت اي كده وشايف بالرايت اي كده، يعني شايف الحاجه من غير ملامح هنا وشايف هنا الملامح، بس فيري برايت، كانك مزود البرايتنس بتاع الصوره، وده الاوريجينال بتاعها. كان عنده سيكوينشال، يعني جاله مره في العين اليمين ومره في العين الشمال، ما كانوش مع بعض. نرجع تاني لقصه قطاف بقى. قطاف ده راجل اللي هو ده قطاف برضو، مش عارف برضو نفس الشنب بتاع مين؟ ايوه برافو عليك، مين اللي قاله؟ برافو عليك، تمام. نفس الشنب بتاع انتون، واضح كانت موضه في الفتره دي. قطاف فينومينا ده، قطاف فينومينا دي عباره عن ايه؟ ان البيشنت اكسبيرينس desaturation of color مع الفتيج او الاكسبوجر تو هوت ويذر. يعني ايه desaturation of color؟ يعني ايه؟ يعني الكلر يقل، يعني كاني الكلر ما عادش ساتوريتد قوي، الاحمر مش احمر قوي. يعني العيانين بتوع الام اس ممكن يجي لهم فيجوال فينومينا لما يتعرضوا لهوت ويذر او هوت باثز، يعني دخل الحمام خد دش سخن يخرج يقول لك الرؤيه مش كويسه، يقعد شويه كده وتروح، او مع الفتيج. دي اسمها اطواف فينومينا، اطواف فينومينا، ودي يعني مميزه قوي للام اس. الفلاشز العيانين دول ممكن يشوفوا حاجه اسمها فوسفينز او فوسفينز، اللي هي حاجات كده بتنور وتطفي قدام عينيهم، ممكن نلاقيها اثناء الكورس بتاع الاوبتيك نيورايتس نفسه. اوكي. ودي اللي يعني وصف قال ان هي ايكويفالنت تو ليرميت سيمتوم. عندنا في الام اس ليرميت سيمتوم مشهوره قوي، اللي هو العيان لما يتني رقبته يحس بكهرباء في ظهره. ايه اللي حصل؟ حصل ميكانيكالي، جيت على البوستيريور كولن اللي هو فيه ديمالينيشن، فعمل فيه ميكانيكال فريكشن، فعمل اللي هي الاحساس الكهرباء دي. نفس حاجه بقى ايكويفالنت ليها، مقابله ليها في العين، لما اتحرك بعينيا، لما العين تتحرك فبعمل زي ستريتش على الاوبتيك نيرف، فده ممكن يعمل الفوسفينز دي او اللي هي الفلاشز اللي ممكن البيشنت يشوفها وهو عنده اوبتيك نيورايتس. طيب دي كده كل اللي انا قلته، ده كان السيمتومز، كل ده من وجهه نظر العيان. لو تاخدوا بالكم انا فين؟ احنا فين؟ احنا في الديمارينيتنج، في اول سبب من اسباب الاوبتيك نيوروباثي. في الديمارينيتنج خلصنا السيمتومز، قلنا ايه السيمتومز اللي العيان يبرزنت بيها. دلوقتي هنخش على الساينز، انا هشوف ايه؟ هشوف، بص على الفيجوال اكيوتي، ممكن الاقيها ديكريز بلس اور ماينس. فيجوال فيلد افكت غالبا هيبقى سنترال، قليل قوي انه يبقى التيتيودنال. التيتيودنال ده مع مين اكتر؟ مع اسكيميك، بالظبط كده. ديسك كروماتوبسيا افرنت بيوبيلري ديفكت، هلاقي اوبتيك ديسك سويلنج في 35% من الحالات. خلي بالكم الاكثريه، يعني 60 70% من الحالات هلاقي الفاندس او الفاندس اكزامينيشن از نورمال، عشان غالبا بيبقى عندي ريترو بالبر نيوروباثي ورا الاوبتيك نيرف هيد. الانفلاميشن يبقى ورا الاوبتيك نيرف هيد. طيب ابنورمال كونتراست سنسيتيفيتي، لو عملت في اي بي هلاقيه ابنورمال، ممكن الاقي اولترد فليكر بيرسبشن والترد ديبث بيرسبشن. دي الفيزيكال ساينز. المنظر ده مش ده القاعده زي ما احنا شايفين، هو ده ممكن نلاقي فيه الكاب فيلد، والاقي فيه هايبريميا، والاقي سوالن شويه، ولكن الكلام ده مش القاعده. الاقرب ان انا ما الاقيش ساينز خالص
لو في ريتروفالبر نيوروباثي. الدياجنوسيس بتاع الاوبتيك نيورايتس يا جماعه بتاع الام اس لازم له منتال ماب. يعني ايه منتال ماب؟ خريطه ذهنيه كده لازم امشي بيها. اول حاجه هفكر هل الاوبتيك نيورايتس ده، اصل الاوبتيك نيورايتس عندي انا كبتاع نيورولوجي، لو جاي لي شاب صغير في السن او بنت صغيره في السن وجايه بتقول لي انا عينيا ما بقتش اشوف بيها، او عينيا في دبانه سودا قدام عينيا، في جزء من الرؤيه مش شايفه، وهشخص اوبتيك نيورايتس، اول حاجه تيجي في دماغي انا كبتاع نيورولوجي ان ده ممكن يبقى ام اس، تمام؟ وهبعت العيان ده عشان او العيانه دي عشان يعمل انفستيجيشنز فور اكسكلوجن اوف ام اس. فلازم يبقى في دماغي وانا بشوف العيان ده ابريدكت العيان ده شكله فعلا هيطلع ام اس ولا شكله مش هيطلع ام اس. فلازم يبقى في خريطه ذهنيه بفكر فيها. الاوبتيك نيورايتس ده يا اما يبقى تيبيكال فور ام اس، وساعتها كمل الكرايتيريا وكمل الكرايتيريا بتاع مش الاوبتيك نيورايتس بس، يعني الاوبتيك نيورايتس وبعد كده عملت الانفستيجيشنز بتاعت الام اس لقيتها بوزيتيف خلاص اشخص ام اس. طيب ساعات يجي لي اوبتيك نيورايتس بريد فلاجز، ريد فلاجز للاوبتيك نيورايتس نفسه، مش ريد فلاجز، معلش ركزوا في الحته دي، مش ريد فلاج ان هو جايز ما يطلعش اوبتيك نيورايتس، لا ريد فلاج ان ده مش الاوبتيك نيورايتس بتاع الام اس، هو اوبتيك نيورايتس متفقين عليها بس ده ممكن ما يبقاش الاوبتيك نيورايتس بتاع الام اس، فعشان كده بسميه اتيبيكال اوبتيك نيورايتس، وده لازم له ورك اب عشان اكسكلود الاذر كوزز. ما هو الاوبتيك نيوروباثي ده انت شفتوا الليست عامله ازاي، هو اذا ما كانش ما طلعش ام اس يبقى خلاص كده، لا ده ما انا عندي الترناتيف دايجنوزيس ثانيه، يبقى ادور على الترناتيف دايجنوزيس، يا اما الترناتيف دايجنوزيس ده يبقى استابليشد خلاص فعلا استقريت، لا على فكره ده انا كنت فاكره ام اس ما طلعش ام اس، او اني لقيت فيما بعد لا يا جماعه والله انا كنت شاكك انه مش ام اس بس اتاكدت انه طلع ام اس. تمام. طيب هيجي السؤال اللي بعده، ايه موضوع ريد فلاجز ده؟ هو في حاجه اسمها تيبيكال اوبتيك نيورايتس واتيبيكال؟ اه في. طب تيبيكال لمين؟ تيبيكال للاوبتيك نيورايتس الانفلاماتوري بتاع الديمينيتنج ديزيزز بتاع الام اس تيبيكال ليه. طب التيبيكال اوبتيك نيورايتس ده ايه مواصفاته فيرسس الاتيبيكال؟ التيبيكال انا هشاور بقى الناحيه دي والناحيه دي عشان ما نقعدش نقول تيبيكال اتيبيكال، ده اكيوت ده ممكن يبقى بروجريسيف، ده في اليونج اكتر، ده ممكن في ايدج جروب اكبر من كده، يعني لو جالي في اطفال او لو جالي في كبار اقول ان ده ممكن يبقى اتيبيكال، ده يونيلاترال ده بايلاترال، ده يتحسن with or without treatment، ده ممكن حتى مع التريتمنت ما يتحسنش، ده يفضل يتحسن بعد ما اوقف الاستيرويدز، يعني ممكن يرجع باك تو نورمال حتى بعد ما اوقف الاستيرويدز، لكن ده ممكن بعد ما اوقف الاستيرويدز يحصل له ديتيريوريشن او من الاول ما يتحسنش على الاستيرويدز، ده ممكن يبقى معاه مايل بين لكن ده ممكن بينلس او سيفير بين، يعني خلي بالكم البين الجامد قوي اجينست واللي مفيش بين خالص اجينست، لكن المايل بين هو ده التيبيكال. اوكي. الاوبتيك ديسك بيبقى شكله نورمال او مايلدلي سوولن في التيبيكال، لكن هنا ممكن تلاقي بقى فيجرس، يعني تلاقي اجريسيف فاندس بيكتشر، تلاقي فيه هيمرج، تلاقي فيه سفير سويلنج. الفيجوال فيلد هنا فيري فاريبل، لكن هنا بيعتمد طبعا على الايتيولوجي. في التيبيكال بقى فيه البرسبشن اوف موشن بيتغير، وبيحصل بليرنج طبعا للفيجن، والموضوع الاوتوف فينومينا ده مع التيبيكال ان هو العيان يقول لما بخرج في الشمس لما باخد دش سخن بحس الرؤيه بتسوق اكتر، والفلاشز اللي اتفقنا عليها اللي هي الفوسفينز، الفوسفينز والاوتوف دول مع التيبيكال اكتر. برضه يا جماعه اعيد تاني، تيبيكال واتيبيكال لا يعني بالضروره ان الاتيبيكال ده اكيد مش هيطلع ام اس، ومش لازم كلهم يبقوا موجودين، يعني مش لازم ايه ده لازم يبقى بايلاترال ولازم يبقى سيفير بين، لا مش لازم كله موجود ومش لازم انه ما يطلعش ام اس، احنا هنوصفه انه اتيبيكال. واحنا في الاخر لو ترجعوا للسلايد اللي قبله المينتال ماب، ان الاتيبيكال ده كان فيه احتمال انه يطلع ام اس، فهو اتيبيكال اه، بس مش عشان اتيبيكال اقول لا 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 ده خلاص ده ما ينفعش ام اس، لا ممكن يطلع ام اس بس اتس اتيبيكال ستيل. فاهمينها؟ طيب الديمالينيتنج اوبتيك نيورايتس الديفرنشال دايجنوزس. طيب هل بقى كلمه ديمالينيتنج اللي انت حاططها لنا اول واحده دي ملهاش احتمال غير انها تبقى ام اس؟ لا. طب ما الديمالينيتنج ديس اوردرز كتير، زي ايه؟ برافو عليك. ان ام او يعني ايه؟
نيورومالاكس اوبتيك اللي هو مين اكتشف الديزيز ده؟ كان واحد اسمه ديفيك في الاول بس خلاص دلوقتي بقى اسمه نيورومالاكس اوبتيك سبيكترم ديس اوردرز، بقى ديس اوردرز كتير قوي. تمام، في حاجه تاني؟ وقفنا على كده. ليبرز لا انا بتكلم الديمايلينيتنج، ليبرز مش ديمايلينيتنج. تمام، الان ام او اللي انتوا قلتوها صح، في حاجه اسمها كرايون. كرايون يعني ايه كرايون؟ كرونيك ريلابسنج ايديوباثيك اوبتيك نيورايتس. تمام، او انفلاماتوري، سوري انفلاماتوري اوبتيك نيورايتس. الادم اكيوت ديسيمينيتد انكيفالومايلايتس، ممكن يجي باوبتيك نيورايتس. في حاجه اسمها الانتي موج، انتي موج اوبتيك نيورايتس. طيب لو بصينا، لو جالنا عيان بالبيكتشر دي، اول ما نشوف البيكتشر دي نفتكر ايه؟ شايفين عيان في السباينال كورد عنده فيري لونج سيجمنت اهي البيضه دي، وادي الاوبتيك نيرف بتاعه اللي على الناحيه اليمين، ده الاوبتيك نيرف على الناحيه اليمين في انفلاميشن، في ساين اهي، بص قارنه بين دي ودي، ادي دي سيجنال باتش دي، على طول افكر ان ده يكون ان ام او نيورومايلايتس اوبتيكا. دايما اسمه مايلايتس يعني سباينال كورد، اوبتيكا يعني اوبتيك نيرف، يعني الديزيز اللي بيصيب السباينال كورد والاوبتيك نيرف. تمام، طيب ده شكل تاني اهو، ادي الباتش باينه من اول المظله لحد تقريبا سي 7 تحت. الان ام او الدايجنوستيك، انا ايه اللي دخلني في الان ام او؟ عشان ده سبب تاني وهام جدا للاوبتيك نيورايتس، و الديب دايجنوستيك كرايتيريا بتاعته اللي نزلت في 2015 مش هوجع دماغكم بيها لانها فيها تفاصيل كتير، بس عايز اقول لكم من الكور كلينيكال كاركترستكس اول واحده فيها اوبتيك نيورايتس، ده الكور. طيب هو بيقول ان انا عايز كمان لو انا الانتي اكوابورين 4 انتي بوديز، الانتي اكوابورين 4 انتي بوديز اللي هي الانتي بوديز اللي بتبقى بوزيتيف في حالات الان ام او، لو طلعت بوزيتيف خلاص انت محتاج من الكور دول، محتاج يا دوبك الاوبتيك نيورايتس او الاكيوت مايلايتس، يعني محتاج يا دوبك واحده بس، واحده كلينيكال كور واحده بس ومعاها الانتي بوديز البوزيتيف وخلاص على كده. طب لو انا كانت الانتي بوديز دي نيجاتيف، يعني عيان جالي باوبتيك نيورايتس وشكيت في ان ام او وطلبت له الانتي بوديز والانتي بوديز طلعت نيجاتيف، اقول له انت مش انتي ان مش ان ام او؟ لا، في احتمال انه يطلع ان ام او بس لازم له شروط معينه. الشروط دي ان انا هاخد اثنين من الكور بس لازم واحده من الاثنين بتبقى من اول ثلاثه، معلش صعبه شويه، اول ثلاثه من الكور لازم يبقوا انكلودد في الاثنين، ولازم يبقى معايا ام ار اي بيكتشر تسبورت الكور ده. يعني لو الكور بتاعي مثلا كان اوبتيك نيورايتس واكيوت برين ستيم اوكي ده مقبول، بس لازم الاوبتيك نيورايتس ده في الام ار اي فولفيل كرايتيريا معينه. انا كل اللي بقوله ده عشان اقول لك ايه الام ار اي كرايتيريا اللي هشخص بيها ان ده ان ام او وده الاوبتيك نيورايتس بتاعه. بصوا كده على المنظر ده، اشترط حاجه غريبه جدا. اول حاجه يقول لك الام ار اي برين يا اما يبقى نورمال، نورمال فايندينج او نون سبيسيفيك وايت ماتر ليجنز، يعني مش ام اس. برافو عليك، يعني نون سبيسيفيك، يعني عايز اقول لك ان ده مش ام اس، ما هو لو طلع تيبيكال فور ام اس شخص ام اس. طيب الحاجه الثانيه، او ان الاوبتيك نيرف نفسه يبقى فيه هايبر انتنس ليجن، الهايبر انتنس ليجن ده اكستندنج اكتر من نص طول الاوبتيك نيرف او انفولفنج الكيازما. ايه الكلام الصعب ده؟ بص على الصوره هتبقى سهله. بصوا كده، ادي الاوبتيك نيرف الشمال وادي الاوبتيك نيرف اليمين، دي العين اهي وادي العين اهي وادي الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف هنا باين ثيكند وفي بليك اهي البيضه دي واكستندنج اكتر من نص طول الاوبتيك نيرف. ادي الاوبتيك نيرف هنا مش شايفين فيه اي سيجنال، هنا في سيجنال واخده اكتر من نص طوله. طب فين الكيازما؟ اهي شايفين الكيازما مرسومه يا جماعه زي الرسمه بتاعت الاناتومي بالظبط اهي، وشايفين هنا ادي الباتش الموجوده، الباتش البيضه يمين وشمال. فوجود الباتش على الكيازما او وجود الاوبتيك نيرف سيجمنت باتش طولها اكتر من نص طول الاوبتيك نيرف، ده يسبورت ان ده مع الاوبتيك نيورايتس بتاع ال ان ام او. طيب ده شكل تاني اهو، الاوبتيك نيرف على الناحيه اليمين شايفين هنا ثيكند وفي باتش، الباتش واخده اكتر من نص طول الاوبتيك نيرف. طيب الديسيمينيشن، عايز اقول لكم حاجه، ان المفروض ان الام اس بيتشخص بكرايتيريا اسمها ايه؟ ماكدونالدز كرايتيريا.
اخر كرايتيريا نزلت كانت في 2010. سبوز لي ان هي كانوا بينزلوا الكرايتيريا كل 5 سنين، فاحنا قلنا في 2015 قال لا في 2016 فتاجلت ل 2017. بس في 2016 بقى في تغيير محتمل، يعني حاجه كده بريليمينري جروب قالوا يا جماعه احنا احتمال هنغير الكرايتيريا اللي بنشخص بيها الام اس، والكرايتيريا دي هتبقى داخل فيها حاجه جديده ما كانتش موجوده في 2010. المجموعه دي اسمها ماجنمز، ماجنمز هم اللي عملوا الكرايتيريا دي، قالوا ان احنا الديستيميشن ان سبيس اللي احنا كنا بنشخص بيه الام اس زودنا مكان دخلناه في السبيسز المقبوله للام اس. معلش تاني، احنا كان عندنا اماكن معينه الاماكن دي بنحبها للام اس، بنقول ان كده في ديستيميشن ان سبيس. ضفنا على الاماكن دي ضفنا مكان جديد اسمه الاوبتيك نيرف، اوبتيك نيرف ليجن. تمام تاني، معلش الناس سرحت سرحت صح سرحت فصلت. هندور على القديم ان احنا ندور على باتش في الاوبتيك نيرف، في الاوبتيك نيرف دي الحاجات اللي جيكت تمام. احنا كان عندنا في الام اس الناس احنا معانا رمض ومعانا نيورولوجي، ففي الرمض عندهم ممكن صعوبه في الحته دي شويه. فاحنا هنا الام اس في اماكن معينه للباتشز، مش اي بوتشه بيضه اقول اه لا لا ده ام اس، لا هو بيقول لك الام اس دي اماكن بيحبها، فلما تلاقي البوتش في الاماكن دي يبقى الاماكن دي صح تقول لك ان انت ام اس. البيري فينتريكولار، الجاكستا كورتيكال، الانفرا فينتوريال سباينال كورد، الكلام ده لحد 2010. 2016 اقترحوا يا جماعه ده الاوبتيك نيرف مهم ضفوا للاماكن اللي لو لقيت فيها باتشايه اعتبرها تبع الام اس. ده الكلام ده بروبوزد غالبا هيتنفذ في 2017 مع الماكدونالدز كرايتيريا الجديده اللي هتنزل في 2017. طيب الجدول ده لطيف جدا، مجمع لنا كل الاسباب الديمايلينيتنج، كل الاسباب الديمايلينيتنج اللي تعمل لنا اوبتيك نيورايتس، بدايه من ايزوليتد اوبتيك نيورايتس، ريلابسنج اوبتيك نيورايتس، كرونيك ريلابسنج انفلاماتوري اللي هو كرايون، نيورومالاتس اوبتيكا، مالتيبل سكليروسز، رياكتيف اوبتيك نيورايتس. مين اللي هيبقى فيه انتي بودي اسمه ان انتي ان ام او بوزيتيف؟ مين فيهم؟ الان ام او، بيبقى الوحيده اللي فيها كلمه بوزيتيف قصاد الان ام او. طب مين الام ار اي بتاعه هيبقى تيبيكال فور ام اس؟ الام اس، سهله قوي ده الوحيد. الباقي كله هتبقى الام ار اي بيكتشر بتاعته غالبا نورمال. تمام، العلاج فيهم كلهم ستيرويدز، اي اوبتيك نيورايتس بديمانينيتنج كوز كله ستيرويدز، اي في ستيرويد، بالس ستيرويدز، بعد كده نتفاهم. سواء طلع بقى ايزوليتد، يعني حاجه اسمها كلينيكالي ايزوليتد سندروم، سمعتوا الترم ده قبل كده كلينيكالي ايزوليتد سندروم؟ ان هو عيان جاي في الفيرست بريزنتيشن اوبتيك نيورايتس، واحد يقول لي الله ده كده ما كملش لسه الكرايتيريا بتاعت الام اس. طب ممكن تكون الفيرست اتاك وفيما بعد هيبقى ام اس، طب هحطه دلوقتي في انهي خانه؟ هسمي الخانه دي ايه؟ هسمي الخانه دي سي اي اس، كلينيكال ايزوليتد سندروم. واحد جاي بتيبيكال بريزنتيشن اوف ام اس ولكنه لم يكمل الكرايتيريا اللازمه لتشخيص الام اس. طيب ده اللاب ورك اب اللي لازم يتعمل لعيان جايب اوبتيك نيورايتس، شايفين فيري هيوج. طبعا في حاجات مش كل حاجات براكتيكالي تتعمل، يعني اللايم تتر ده احنا ما عندناش لايم، لكن بره عندهم لايم كتير، في اوروبا وفي امريكا عندهم لايم كتير. السيفلس ممكن، الاتش اي في، الانجيوتين، ده المفروض اللاب ورك اب اللي يتعمل لاي عيان جاي باوبتيك نيورايتس. رجعنا تاني للمنتال ماب، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفرق ما بين التيبيكال اوبتيك نيورايتس والاتيبيكال، الريد فلاجز ايه هي، وفي حاجه بقى في الوسط قلنا عليها اللي هو عيان جاي باوبتيك نيورايتس تيبيكال فور ام اس ولكن الام ار اي نوت فولفيلنج الكرايتيريا اوف ام اس، ده هسميه ايه؟ سي اي اس. سي اي اس ده ويت اند سي، استنى بقى فولو اب، يا اما العيان ده يفضل في خانه السي اي اس يا اما ربنا يعني ايه يفتح عليه ويبقى ام اس، لا يعني ربنا يكرمه وما يبقاش ام اس يبقى طيب. طيب في العلاج، العلاج بتاع اوبتيك نيورس بتاع الديمانين بس بليز ده رجاء، رجاء شخصي وحار وحاد وشديد اللهجه لكل دكاتره الرمض، ابوس ايديكم ابوس. لو طلعتوا من اسم النيورولوجي من الثلاث شهور اللي جايين فيهم اسم النيورولوجي بهذه المعلومه فكفى بها نعمه، اللي هي نو اورال ستيرويدز،
نو اورال ستيرويدز، مفيش مجال للاورال ستيرويدز. ليه كل ده يا جماعه بايفيدنس بيزد مش من دماغنا؟ الايفيدنس بيز جاي منين؟ جاي من ترايل الشهيره، بنت الشهيره اللي مفيش اشهر منها لغايه دلوقتي، اللي هي مين؟ اونت ترايل. اونت ترايل دي اللي هي اوبتيك نيورايتس تريتمنت ترايل. عارفين دي عمرها قد ايه؟ دي اتعملت سنه 93. سنه 93 الترايل دي حتى هذه اللحظه ما زالت الريفرنس بتاعنا في علاج الاوبتيك نيورايتس. واللطيف ان هم قالوا بقى حاجه حلوه قوي، قال احنا هنقسم العيانين، ما احنا لسه مش عارفين بقى نعالج الاوبتيك نيورايتس ازاي. سنه 93 قالوا مجموعه هنديها بالس ستيرويدز، بالس ثيرابي، سوليمدرول 1 جرام، 1 جرام ده يعني 1000 ملي جرام ميثايل بريدنيزولون، وناس هنديها اورال وناس بلاسيبو. تمام. طيب اكتشفوا ايه فيما بعد؟ اكتشفوا ان الناس اللي خدت اورال بريدنيزولون الريكرنس ريت بتاعهم ات 5 ييرز، يعني بعد 5 سنين سنه 98 يعني، لقوا ان هم لا مش سنه 98، هي اعلنت 93 يعني قبلها بقى، لقوا ان الريكرنس ريت 41% في حين ان البلاسيبو 25%. يعني لو تسيبه من غير حاجه ارحمك من انك تديله اورال. تفهميني الفكره؟ يعني اللي خدوا اورال تقريبا 40% منهم حصل لهم ريكرنس في خلال 5 سنين. اللي ما خدوش لا اورال ولا اي في، الريكرنس كان 25%. اذا الاورال ستيرويدز بتنهانس وبتزود فرصه الريكرنس within 5 years بنسبه 40%. That's why oral steroids غير محبذه. هيجي حد يسالني طيب لو ادينا بالس ستيرويدز 5 ايام ينفع انزل على اورال؟ ينفع تنزل على اورال ما فيهاش مشكله، بس اهم حاجه ما تبداش باورال. لكن لو اديت بالس 5 ايام انزل على اورال زي ما انت عايز، ما فيش مشكله. طيب نرجع تاني للسلايد ده، الديفايدنج سلايد بتاعنا اللي هيظهر لنا كل شويه. احنا خلصنا الديمايلينيتنج، نخش بعد كده على الانفلاماتوري. انت شك ان العيان ده عنده انفلاماتوري اوبتيك نيورس، هتقول لي الله طب ما الديمايلينيتنج ده كان انفلاماتوري، انت ليه فاصل ده عن ده؟ لا، لما هتشوفوا دلوقتي الاسباب هتفهموا ايه المقصود بكلمه انفلاماتوري. هنا الديمايلينيتنج ستيل انفلاماتوري، بس الانفلاماتوري هنا هتفهموا مين هم الجروب اللي اقول عليهم انفلاماتوري. انت شك فيه لو العيان ده بعد 30 يوم ما حصلش سبونتينيوس امبروفمنت اوف فيجوال فانكشن، او ان العيان ده ستيرويد ريسبونسيف بعنف، يعني ادي ستيرويدز يتحسن ويبقى زي الفل، اوقف ستيرويدز يرجع تاني يتنيل، او ستيرويد ديبندنت. يعني ايه ستيرويد ديبندنت؟ طول ما انت بتدي ستيرويدز شغال كويس، اول ما توقف ستيرويدز يرجع يسوء، تدي ستيرويدز يتحسن وهكذا. ده اشك في انفلاماتوري كوز. طب ايه الانفلاماتوري كوز؟ بما اننا جبنا بقى سيره من وجهه نظركم تتوقعوا يطلع مين الانفلاماتوري ده؟ سوري؟ لا اوربيتال سوليد تيومر. لا ايه؟ ساركيدوزيس صح. ايه تاني؟ اوتو اميون كلهم، اوتو اميون كلهم. لو بصينا كده يا جماعه ساركيدوزيس، برافو عليك، سيستميك لوبس، بهست، انفلاماتوري باول ديزيز، جوجرن، فيجنر جرانيلوماتوزيس، سيفلس، لايم، كات سكراتش ديزيز، في توكسوبلازما كمان. انا عملت جروبنج تاني زي الجروبنج اللي عملته قبل كده. ايه الفرق هنا؟ ايه الفرق بين الجروب اللي فوق والجروب اللي تحت؟ بس كده سهل قوي، ده انفكشوس وده انفكشوس. بس هنا الاثنين باللون الاحمر ليه؟ عشان ده انفلاماتوري، انفلاماتوري. الثانيه كان فيها حته بلو كده، ماشي. طيب الانفلاماتوري كوزز، لو انا شاكك في انفلاماتوري كوزز، الانفلاميشن ده مش بس ممكن يجي في الاوبتيك نيرف، فده الكلام ده للاوفثالمولوجيست بقى. بص بعينيك على البوستيريور يوفيايتس، على الريتينايتس، على بقيه الريتنا. احنا كبتوع نيورولوجي مش شاطرين قوي في الحته دي. دور على اوربيتال انفلاماتوري ديزيز زي الاوربيتال سودو تيومر. الام ار اي اوف ذا اوربت ممكن يبين لي ان في انفلاميشن في الاوبتيك نيرف شيث، ويبقى ده اوبتيك بيري نيورايتس. كرايون بقى، فاكرين كرايون عدى علينا فين؟ في الديفرنشال دياجنوستيك. طب اختصار ايه؟ انفلاماتوري اوبتيك نيورايتس. تمام. الكرايون ده ساعات يحطوه تبع الانفلاماتوري، ما يحطوش ديمارينيتنج. يعني هتلاقوه محطوط هنا ومحطوط هنا. ليه؟ هو مش باين له قوي معالم، يعني هو حاجه كده يعني انتيتي مش باين لها معالم قوي. ففيها ريكرنس وستيرويد ريسبونسيفنس، يعني عيان بيجي ويروح، والام ار اي بتاعه مش ام ار اي بتاع ام اس،
خالص مش مكمل كرايتيريا، ولكن كل شويه يجي لنا باوبتيك نيورس. وعلى فكره كرايم ده اكتشف ظهر فقط سنه 2003، رغم ان احنا كان عندنا في البراكتس بنشوف العينين دول كتير، وكنا ابطو من ساعات بنفتكرهم هيستيريكال، ان هو كل شويه جاي لي باوبتيك نيورس ويجيش بحاجه غير اوبتيك نيورس، والام ار اي فري ومش ان ام او ومش اي حاجه خالص. الله، طب انت مين يا ابني؟ انت عباره عن ايه؟ فكراين حل المشكله دي. مين اللي اكتشفه او مين اللي اتكلم عنه؟ يعني واحد اسمه كيد سنه 2003. ليه بقى بيحطوه ساعات انفلاماتوري؟ لانه بيقول لك ان هو البيهيفير بتاعه عامل زي الجرانيلوميتس اوبتيك نيوروباثي، عامل زي بتاع السركيدوزس كده. وده ممكن يحتاج بقى اميونو سبريسيف زيه زي السركيدوزس، اللي قال الكلام ده كيد سنه 2003. طيب نرجع تاني للسلايد الديفايدنج الاساسي بتاعنا. احنا كده خلصنا اثنين من الحاجات الرابيد اونس، خلصنا مين؟ ديمالينيتنج وانفلاماتوري. طيب ثالث حاجه ورابع حاجه هنقولهم مع بعض، لان بيجمعهم ايه؟ سكيميا. يبقى احنا نقلنا دلوقتي من الانتي بتاعت الانفلاميشن للانتي بتاعت سكيميا. طيب نون ارتريتك وارتريتك، انا لازم التقسيمه دي تبقى في ذهني. ارتريتك هنا انا قصدي بيها مين؟ تمبرال ارترايتس ولا شيء غيره خالص. يعني لما اقول نون ارتريتك انا اقصد بحدد كلامي على واحد معين بعينه، اللي هو جاينت سيل ارترايتس او التمبرال ارترايتس. لو بصينا كده للتقسيمه دي، الاسكيميك اوبتيك نيوروباثي انتيريور يا بوستيريور. الانتيريور، احفظوا الاختصار ده، انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباثي اللي هو ايون ده، تمام؟ الايون ده يا ارتريتك يا نون ارتريتك. ارتريتك ما لهاش حل غير انها تبقى مين؟ جاينت سيل ارترايتس. انا كلامي عن جاينت سيل ارترايتس. النون ارتريتك اي بقى نون انفلاماتوري كوز. ده يا جماعه من الاخر النون ارتريتك ده عامل زي الستروك، عامل زي الستروك بتاعتنا، جلطه، جلطه في العصب البصري، جلطه ستروك. الديفينيشن الجديد بتاع الستروك بتاع ضمن الديفينيشن بتاع الستروك. بالظبط 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 بالظبط. فهي ستروك، هي ستروك، ولذلك المانجمنت بتاعها مانجمنت كله ستروك. طيب نبدا بالنون ارتريتك. النون ارتريتك ده من وجهه نظركم البروفايل بتاع العيان شكله عامل ازاي؟ هل البروفايل بتاع العيان شبه البروفايل بتاع عيان الديمالينيتنج؟ ايه الفرق؟ اولد ايج، برافو عليك، دايابيتيك، هايبرتنسيف، في فاسكولار ريسك فاكتورز يعني، واولد ايج شويه، صح؟ طيب فبالتالي قبل بس ما نتكلم على الريسك فاكتورز محتاجين نراجع البلاد سبلاي بتاع الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف شايفين ده مين؟ ده الانترنال كاروتيد. طالع مين؟ مين؟ اوفثالميك. الاوفثالميك مطلع مين؟ دول مين؟ ده السنترال ريتينال ارتري، ده السنترال ريتينال ارتري، ودول البوستيريور سيلياري برضو طالعين منه، البوستيريور سيلياري ارتريز. فهو مين اللي بيتغذى بالاثنين دول؟ سنترال ريتينال وبوستيريور سيلياري، وهم دول اللي لما يتقفلوا لاي سبب بقى من الاسباب اللي لسه هنقولها دلوقتي يحصل لي الايون. الايون اللي هو ايه؟ لو ايون حطيت قبلها ام يبقى اقصد ايه؟ لو حطيت قبلها ايه؟ ارتريتك، يبقى ايه ايون او ان ايون. هتلاقوا الاختصار ده موجود دلوقتي في السلايدز اللي جايه كلها، تمام؟ طيب ان ايون يبقى بتكلم على مين؟ نون ارتريتك. هتكلم دلوقتي على البروفايل بتاع شكل العيان، الريسك فاكتورز. ساعات يقول لك ان الريسك فاكتور تحديدا بيبقى زي عامل زي كانه كونجنتال انوري في الاوبتيك نيرف. هتلاقي ان الاوبتيك نيرف مزنوق، الدنيا كراودنج، كراودنج يعني الاوبتيك نيرف مزنوق، وبالتالي الفيسل بتاعه مزنوق، وبالتالي الفيسل بتاعه متلصم لانه يا دوبك معدي شويه البلاد لانه مزنوق قوي. فاي بقى شويه اثيروسكلروتيك تشينجز ممكن يبقى هو ماتش مور فالنربل ذان اذرز. هايبرتنشن طبعا، دايابيتس، هايبر كوليسترولينيا، هايبوتنسيف ايفنتس، سليب ابنيا اللي هو بيجي لهم سليب ابنيا وهم نايمين، والسلدنافيل طبعا من الحاجات المشهوره. السلدنافيل كان كل الراو اللي طلع عليه كان بسبب قصه ان هو ممكن يعمل اسكيميك اوبتيك نيوروباثي. طيب الكلينيكال بيكتشر سادن فيجوال لوس وغالبا بينلس. بينلس بخلاف مين؟ الديمالينيتنج او الانفلاماتوري بيبقى بينفول. مونو اوكيلر، صعب قوي يعني، صعب قوي ان واحد تقفل له التو ارترز ات ذا سيم تايم في نفس الوقت. لكن البايلاتراليتي دي مع ايه اكتر؟ مع الانفلاماتوري والديمالينيتنج. رغم انه هتقولي بس ده هيبقى اتيبيكال، يا سيدي ماشي اتيبيكال، بس هو اتيبيكال فور ام اس، لكن واقع الامر هو انفلاماتوري. معايا؟ طيب
discovered on awakening زي كل الستروكس بتاعتنا ده. الناس اللي قعدوا في اسم النيورولوجي شوية تلاحظوا ان العيانين اللي بيجوا يحكوا الستروك يقولك كنت اي ما صلي الفجر دايما كده, اي ما صلي الفجر دخلت وقعت وانا بتوضى, راجع من صلاة الفجر. ايه اللي بيحصل بالليل الواحد نايم؟ حاجات كتير قوي بتتغير, الهايدريشن قليل, استاجنيشن في البلاد سيركيليشن, وبالتالي ده بيزود فرص الثرومبوزس. فالثرومبوتيك ستروكس تحصل اثناء النوم, عشان كده يقول لك قمت من النوم لقيت كذا. نوكتورنال هايبرتنشن, سوري هايبوتنشن, يعني ضغط وطي وهو نايم, فالضغط الوطي ده يعمل هايبو بيرفيوجن, والهايبو بيرفيوجن ممكن يعمل اسكيميا. طيب الان ايون يعني ايه نون ارتريتك؟ ده بيجي ازاي؟ زي ما اتفقنا الفيجوال اكيوتي بتقل, الفيجوال فيل تيبيكالي التيتيودنال وتيبيكالي يبقى انفيريور, تيبيكالي انفيريور. الكالر فيجن ممكن طبعا يبقى امبيرد. الاوفثالمولوجيكال برزنتيشن ما فيهاش حاجه فيجوراس قوي, ممكن يبقى فيها ديفيوز سويلنج, ممكن يبقى فيها سيكتورال او سيكتوريال هايبريميا, ممكن يبقى فيه سبلنتر هامرج. ساكين السهم الاخضر ده جاي على السبلنتر هامرج اللي هنا, في حته هامرج صغيره. اوكي وطبعا مفيش لاب معين يشخصها لي, هو زي ما اتفقنا اتس كلينيكال دايجنوستس. ممكن نعمل ايه صار عشان نتابع الورك؟ ما لسه هنقول بقى الورك اب اللي هنعمله عشان القصه دي. لو قارنا بقى لسه المقارنه اللي انا بدات بيها سكشن الاسكيميك, قارنا ما بين الان اين الان اين اللي هو نون ارتريتك اسكيميك اوبتيك نيوروباثي والاوبتيك نيورايتس. هنا الايدج كبير, هنا صغير, هنا البين قليل لكن هنا البين كتير. الافرنت بيوبيلاري ديفكت موجود في الاثنين. الفيجوال فيلد هنا التيتيودنال, هنا سنترال سكوتوما زي ما اتفقنا او سيكو سنترال. هنا في اوبتيك ديسك اديما, هنا الاديما اقل. ريتينال هامرج هنا كومن لان انا بتعامل مع حاجه اسكيميك وفي فاسكولار ريسك فاكتور. هنا الريتينال هامرج انيوجوال. الفلوريسين انجيو هنا في ديسك ديليد ديسك فيلنج, هنا ما بيبقاش ديليد لان ما فيش اسكيميا. الاوبتيك نيرف هنا ما فيش اوبتيك نيرف انهانسمنت, لكن هنا في انهانسمنت لان في انفلاماتوري ليجن, والانفلاماتوري ليجن لو اكيوت ممكن ياخد السبغه لكن الاسكيميك مش هياخد سبغه. الاسكيميك مش هياخد سبغه, الاكيوت هياخد سبغه, اكيوت انفلاماتوري هياخد سبغه. طيب التريتمنت عالجوا على انه ستروك, عالجوا على انه ستروك ومفيش ديفينت تريتمنت ليه, مش هدي له حاجه يفك ويتعالج, لا هتدي بقى الاسبرين, هتعالج الفاسكولار ريسك فاكتورز الموجوده. ولكن الاسبرين ما بيقللش فرصه اصابه العين الثانيه. هو في فرصه ان العين الثانيه تبقى افكتد, في فرصه ستيل. طب لو بصينا كده على البروجنوزس, البروجنوزس هنا هنلاقي ان الريكرنس في السيم اي تقريبا 6%, النفس الاي يجي فيها انفاركشن ثانيه, او الفيلو اي تبقى افكتد 10% في خلال سنتين, 15% في خلال 5 سنين. اوكي الامبورتنت فاكتورز اللي تدل على ان ممكن الفيلو اي تبقى انفولفد, لو الفيجوال اكيوتي في الفيرست اي كان فيري بور, او لو البيشنت دايابيتك, ده بيزود الفرصه بتاعت اصابه الناحيه الثانيه. تمام نرجع تاني للسلايد بتاعنا. احنا دلوقتي خلصنا مين؟ كان في بعض الناس كان بقى ان احنا ممكن بنعرفش نفرق. صحيح ساعات ما بنعرفش نفرق. ساعات برافو عليك. هو ده براكتس يعني بوينت اوف جود براكتس. بالظبط بوينت اوف جود براكتس, ما عليهاش ايفيدنس بيز قوي, ان احنا ممكن العيانين اللي هو انا مش متاكد قوي ده انفلاماتوري ولا اسكيميك. يعني عيان ممكن يجي لك اللي هو مثلا اربعينات ودايابيتك وهايبرتنسيف, هل تقدر تحلف ان اللي حصل ده من كونه فاسكولار ريسك, عنده فاسكولار ريسك فاكتور ولا ده انفلاماتوري؟ ما تقدرش تحلف, وبالتالي يقول لك خلاص دي يعني ايه, ما فيش حاجه اغلى منها, فاديله استيرويدز لعل وعسى تصيب. عرفت؟ بس هو دايابيتك, ما انت حجزه بقى في المستشفى ظبط الدايابيتس بتاعه. ما عنديش معلومه. طيب نون ارتريتك بقى خلصناه, نخش على الارتريتك. الارتريتك نقصد بيه مين؟ جاينت سيل ارترايتس. جاينت سيل ارترايتس ده بيبرزنت ازاي؟ اكيوت لوس اوف فيجن في وان اور بوث ايز,
وبرده بينلس. وبرده في بقيه العلامات بتاعه الاوبتيك نيورايتس اللي احنا متفقين عليها اللي هي الريلاتيف افرنت بيوبيلاري ديفكت والفيجوال فيلد افكشن. نلاقي الاوبتيك ديسك سوولن شويه وممكن يبقى فيه شويه هامرج. بس في حاجه بقى حته للفندس مميزه شويه هنقولها كمان شويه. الجاينت سيل ارترايتس بيها هو انفلاماتوري انفلاماتوري فاسكوليتيك كونديشن بتافكت اكتر البرانشز بتاعت الاكسترنال كاروتيد اللي اشهرها مين؟ سوبرفيشال تمبرال ارتري. ذاتس واي سوبرفيشال تمبرال ارتري ده اللي هو ماشي هنا ده برانش من الاكسترنال كاروتيد. عشان كده تسمى السندروم كله اسمه ايه؟ تمبرال ارترايتس. رغم ان هو مش بيافكت ده بس، ده ممكن يكستند لبرانشز تانية. طيب فممكن نلاقي بيحصل فيه هاردنينج لدرجه ان هو ممكن يتشاف. احنا مش متعودين نشوف ارتري من السكن، متعودين ممكن نشوف فين لكن ما نشوفش ارتري قوي، لكن ممكن من الهاردنينج بتاعه ممكن نشوفه. يتاخد منه بايوبسي، شايفين العيان ده اتاخد بايوبسي اهي وادي الاستيتشز بتاعتها، فنلاقي الجاينت سيل باينه والجرانيلوما بتاعت الجاينت سيل باينه اللي تدل على وجود جرانيلوماتس انفلاميشن. الديزيز ده از سيستميك ديزيز، عشان ما نبقاش عينينا بس رايحه ان انا بدور ان العيان ده عنده فقط مشكله في العين وبس، لا ده سيستميك ديزيز. سيستميك ديزيز هنعرف المانيفيستيشنز بتاعته. هو كل اللي حصل ان انا حصل لي اوكلوجن اوف بوستيريور سيليال. واحنا قلنا الاوبتيك نيرف بياخد سبلاي منين؟ سنتر ريتينال ارتري والبوستيريور سيليال. هنا اللي بيتقفل البوستيريور سيليال، تمام. طيب الايدج بتاعه 50 years او اكبر، فده يخلينا ممكن نتلخبط ان ده ممكن يبقى نون ارتريتيك. نون ارتريتيك بيحصل اكتر في السيدات. ال بيبقى معاه هيدك، ممكن الاقي تمبرال ارتري بالس احسه. الاي اس ار بيبقى عالي قوي، ممكن فوق ال100. البايوبسي طبعا هتطلع بوزيتيف. 60 ل 70% من الحالات بيبقى معاهم نيو هيدك. نيو هيدك دي كلمه نيو دي هنا اهم حاجه، لان كل هتقول لي عادي يعني ما كل الناس بيجي لها هيدك، لا ده عنده هيدك ما كانش بيجي له طول عمره. فلازم هنا الانتيتي بتاعت نيو انست هيدك عندنا في النيورولوجي دي مهمه. نيو انست هيدك غير واحد بقى له 10 سنين، يعني واحد جاي له نيو انست هيدك ده بالنسبه لي اهم 100 مره من واحد بيجي له هيدك بقى له 20 سنه. رغم المنطق يقول العكس، ده انا يجي لي هيدك بقى لي 20 سنه، لا عادي، لكن نيو انست هيدك ده اخاف منه. 50% بقى عندهم كونستيتيوشنال سيمتومز، 50% بقى عنده جوكلوديكيشن. يعني ايه؟ يعني ما يجي ياكل يحس ان بقه مش قادر ياكل كويس، بيحصل جوكلوديكيشن. وانت بتاكل بتحس ان انت الفك بيتحرك كويس ولا عندك وجع في الفك؟ وجع في الفك، ومش هيحس بحاجه غير ان في وجع، مش هيقول لك الفك بيقفش. تمام؟ ممكن يبقى عنده partial او complete loss of vision زي ما اتفقنا، والكلوديكيشن ممكن تمتد كمان للارم ويبقى في arm كلوديكيشن. دي الفيزيكال برزنتيشن اللي ممكن يبرزنت بيه العيان. headache, joint pain, fever, weight loss, anorexia, malaise, جوكلوديكيشن وتندرنس على التمبرال ارتري. يعني ما احط ايدي هنا الاقي فيه تندرنس في الحته دي، وهو ده اللي بيتاخد منه البيوبسي عاده. برزنتيشن بتاعه بصادن فيجوال لوس، ريلاتيف افرنت بيوبيلري ديفكت، فيجوال فيلد هيبقى التيتيودنال وانفيريور. زي مين؟ اما مين اللي كان سنترال او سيكو سنترال؟ دي مالينيتنج او الانفلاماتوري. يبقى خلاص نحفظ ان الالتيتيودنال ومينلي انفيريور ده اسكيميك، وذر ارتريتيك او نون ارتريتيك. عشان البلاد سبلاي، عشان البلاد سبلاي هفهمها لك. كلر فيجن، ديسكروماتوبسيا، البين اللي بيبقى فيه بيري اوكيولار بين. والديسك بقى بيبقى فيه حاجه مميزه اللي هي تشوكي مارك. تشوكي مارك يعني ساعات الاقي بطشه بيضه كده موجوده، هوريها لكم دلوقتي في الفندس. دي مميزه ليه تفرقه شويه عن النون ارتريتيك. شايفين هنا يا جماعه ده في الاول، ده قبل الـ لما يجي له الانفلاميشن او الانفاركشن سوري. هنا لما في بي دي لما حصل اسكيميا ونلاقي ان لونها مبيض شويه، ده لما حصل خلاص اتروفي. بس هنا في سنه بياض، يمكن مش باينه في دي قوي، باينه في دي اكتر. ده على فكره في الاكيوت ستيج، ده مكان الانفاركشن اهي، وده التشوكي مارك. ممكن الاقي حتت تشوكي. تشوكي يعني معناها ابيض زي الطباشير. بس خلي بالكم احنا متعودين كلامنا في الاوبتيك اتروفي يعني بعد فتره، فلما الاقي في الاكيوت في حته شكلها مبيض شويه افكر في الارتريتيك. زي برضو هنا شايفين ده اكيوت اهو، وتلاقي في تشوكي مارك، كان في حاجات بيضة منطوره عندنا. بخلاف بقى النون ارتريتيك كنت تلاقي سبلنتر هامرجز اكتر، تلاقيه محمر اكتر. اوكي
ده الالتيتيودنال انفلاماتوري سوري انفيريور فيلد افكت. دايجنوستيك ورك اب زي ما دكتور منشاوي كان بيقول دلوقتي الاي اس ار هنلاقيه عالي، سي ار بي هنلاقيه عالي، الفلوريسين انجيو هنلاقي فيه الترومبوزس والاكلوجن البوستيريور سيلياري، الجوكلوديكيشن طبعا والنيك بين. اتس ان ايمرجنسي 80 الاي اس ار 50 على هو الرقم مكتوب 47 47 قريب من 50 اكتر يعني فاكتر طبعا. اتس ان ايمرجنسي. ايمرجنسي ليه يا جماعه؟ لان الايرلي تريتمنت از اسينشال عشان احمي الاوبوزيت اي، هي دي الاهم بالنسبه لي، لان البروجنوزس غالبا للافكتد اي ما بيبقاش حلو قوي. ندي الستيرويدز يا جماعه، قلبنا يبقى جامد، هتدي الستيرويدز خلي بالك ممكن توصل لسنتين تدي الستيرويدز تمام. هنبدا الاول ببالس ستيرويدز وبعد كده ننزل على اورال ونعمل البيوبسي ونبدا التريتمنت، والتريتمنت يبقى على الاقل سنه لسنتين، والبيوبسي اعملها بدري في اول التريتمنت. البروجنوزس فيري بور والريكفري بيبقى صعب قوي، ولكن انفولفمنت اوف ذا اذر اي از فيري كوم. خلصنا كده الاسكيميك، نخش على التروماتيك. التروماتيك دي تروما بقى خلاص، يعني واضحه قوي واحد جايب هيستوري اوف تروما بعدها ما بيشوفش، بعدها حصل اي مشكله في الفيجن، ساعتها لازم اسهل تيست اعمله بقى هنا ان انا السوينجنج لايت تيست، ان انا اشوف اذا كان في ريلاتيف افرنت بيبيلري ديفكت ولا لا. زي ما احنا شايفين هنا في فراكشر هنا في الساينس. بصوا يا جماعه الساينس ده اسمه سفينويد، ساينس هنا مكسور وفي تروما هنا، فده عامل حتى بروبتوزس في الاي، ولذلك لازم ان انا اعمل سي تي برين وسي تي اوربت، سي تي برين وسي تي اوربت عشان اديتكت اي بوني فراكشر موجود. التريتمنت هنا يا جماعه اقتباسا من السباينال كورد تروما، استعرنا منهم الهاي دوز ستيرويدز. انتوا عارفين يا جماعه في السباينال كورد انجريز بعد الروت ترافيك اكسيدنتس وبعد التروماتيك يعني مايلوباثي عموما، ممكن ندي هيرويك دوزز اوف ستيرويدز. متخيلين كام؟ 2 جرام ده قد ايه يعني؟ من 2 ل 6 جرام ده يعني 1000 مللي جرام. لا انت allowed انك تدي اب تو 24 جرام في اليوم. انتوا متخيلين؟ اب تو 24 يعني بدي واحد اضرب 24 في 24000 مللي جرام كورتيزون في اليوم. تمام؟ يعني معدل تقريبا كل ده اب تو، عشان ما حدش يقول لي هي دي الدوز، انت ممكن توصل ليها. تمام؟ المهم ان احنا بندي هاي فيري هاي دوزز اوف ستيرويدز. اقتباس، ما بقولش ان ده عشان ما حدش ياخد مني الكلام ده، مش الاوبتيك نيرف، لا ده الكلام ده في السباينال كور. طبعا ده اي في طبعا اي في. ممكن ناخد الكلام ده يعني استعرناه من السباينال كورد ان احنا ممكن نستخدمه في التروماتيك اوبتيك نيوروباثي، بس في اقوال ثانيه بتقول ان ممكن لو اتاخرنا اكتر من 8 ساعات ممكن الستيرويدز تبقى هارمفول للاوبتيك نيرف. كده خلصنا الحاجات الاكيوت الرابيد اونست، نخش في الحاجات الجرادوال او اللي هي الاونست بتاعها ماتش سلور. اول حاجه انفلتريتيف، تتوقع انفلتريتيف زي ايه؟ زي ايه كلمه انفلتريتيف دي؟ كلمه نفسها تحسها انفلتريتيف كده. سوري تيومر زي ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن؟ الليوكيميا واللمفوما والمايلوما. برافو عليك. اتفضل. لمفوما لوكيميا مالتيبل مايلوما، انت قاري اول سطر. يا الله. ماشي. ممكن الاوبتيك نيرف يبقى سوالن او نورمال. لو عملنا ام ار اي برين واوربت ممكن نلاقي مننجيال واوبتيك نيرف انهانسمنت. ممكن نعمل سباينال تاب، يعني نعمل لامبر بانكشر وسباينال تاب عشان نديتكت المالينجنت سيلز، بس خلي بالك ممكن من الاول ما تجيبهاش، فعيدها كذا مره لحد ما تلاقي المالينجنت سيلز. لو ما لقيتش بقى ايفيدنس اوف سيستميك كوز خالص وفي انفلتريشن انفولفنج لاوبتيك نيرف، مضطر ان انت تاخد من بايوبسي من الاوبتيك نيرف شيث عشان تديتكت الباثولوجي، تاخد اوبتيك نيرف شيث بايوبسي. الكومبريسيف تتوقعه ايه؟ اي ماس بقى، اهم حاجه في الاوربت وحاجه براها. عندنا الاوربت او في الانتراكرينيال كافيتي، مننجيوما، بيوتري ادينوما، الانتراكرينيال انيوريزم، كرينيو فارنجيوما، اي حاجه في منطقه السله، يعني منطقه السله والبيتويتري. تمام. جلايومز اوف انتيريو فيجوال باث واي. خلي بالنا بقى، اشوف هنا كنت لسه بتقولي على الجرادوال والاكيوت،
او ده اكسبشن للكمبريسيف. او في كومبريسيف يبقى اكيوت زي في البيتويتري ابوبليكسي. بيتويتري ابوبليكسي دي يعني حصل هامرج جوه التيومر ففجاه السايز بتاعه زاد مره واحده، فممكن يعمل اكيوت كومبريشن، يبقى حاجه كومبريسيف بقى لها فتره طويله وتحصل على مدار فتره طويله، ولكن هنا ثانيه تلاقي السايز زاد مره واحده فعمل كومبريشن مره واحده، فتلاقي المانيفيستيشن اكيوت تديك امبريشن ان انت من الجروب بتاع الرابيد اونست، بس واقع الامر انت كومبريسيف ستيل. تمام. الفيجوال فيلد تيستينج هنا بيساعد طبعا في اللوكاليزيشن اوف ليجن، يعني في اللي هو بتاع البيتويتري ده هلاقي شكل الفيجوال فيلد ايه، باي تيمبرال هيمي انوبيا اللي هو بتاع البيتويتري. زي ما احنا شايفين هنا في دي في من انجيوما، هنا في ليفت اوربيتال ايبكس من انجيوما، دي عامله كومبريشن على الاوبتيك نيرف وعامله كمان سنه بروبتوزس في العين الشمال. ما ننساش الثايرويد يا جماعه، الثايرويد اوف ثالموباثي هو نفسه ممكن يعمل نفس البيكتشر دي. العين اليمين هنا شايفينها بروبتوتيك قوي، ده كله من الثايرويد اوف ثالموباثي، ان انا الاقي في هنا انفلتريتيف ليجنز موجوده حوالين الاوبتيك نيرف، بتزق الاوبتيك نيرف وتضغط عليه، وبالتالي المنظر اللي العيان هيجي لنا بهذا الشكل. وخلي بالكم ممكن يبقى اسيمتريك عشان برضو ايه ده جريفز ولا ده جريفز، بس هي التكه اللي فيه هنا انه ممكن يبقى يونيلاترال، ممكن يبقى يونيلاترال. طيب رجعنا تاني الجرادوال اونست هيريديتري. هيريديتري يبقى نتكلم عن مين؟ ليبرز هيريديتري اوبتيك نيوروباثي. ده يا جماعه اشهر اكزامبل ولكنه ليس الاكزامبل الوحيد، احنا دايما بنحطه كانه هو الاونلي هيريديتري كوز اوف اوبتيك نيوروباثي. الكلام ده مش صحيح، احنا عندنا الاوبتيك نيوروباثي يا اوتوزومال دوميننت يا اوتوزومال ريسيسيف يا اكس لينكد يا مايتوكوندري. اللي احنا بنتكلم عليه الليبرز ده مين فيهم؟ مايتوكوندري. لكن ما ننساش الاوتوزومال دوميننت. الاوتوزومال دوميننت ده يا جماعه ده واحد ورث فقط اوبتيك نيوروباثي فقط، معهوش اي حاجه ثانيه. خلي بالكم الاوبتيك نيورايتس او الاوبتيك نيوروباثي او الاوبتيك اتروفي ممكن يبقى بارت من سندرومز. احنا عندنا سندرومز في النيورولوجي لا تنتهي، وسندرومز كتيره جدا منها تحط واحده من الكومبوننت بتاعتها اوبتيك اتروفي او اوبتيك نيوروباثي. تمام. لكن هنا انا بتكلم على مين؟ على واحد فقط عنده اوتوزومال دوميننت اوبتيك نيوروباثي، ما عندوش حاجه، مش سندروميك، مش سندروم كامل. تمام. ده بيبقى في جين اسمه او بي اي، يعني زي اوبتيك اتروفي، يعني على كروموزوم 3 في الفيرست، بيظهر في الفيرست ديكيد اوف لايف، وبيبقى بايلاترال سيمتريكال فيجوال لوس، وبيبقى معاها سنترال او سيكو سنترال سكوتوما، والكلر فيجن بيبقى افكتد مينلي في البلو ويلو اكسس. ده بخلاف مين؟ اوبتيك نيوراس كان بيبقى ايه؟ ريد، بيبقى ريد، لكن هنا الانهيريتد ده بيبقى بلو يلو اكتر. بيبقى فيه طبعا بالور، وممكن ييفولف انتو اكس كافيشن وكابنج، يبقى شكله في سيفير كابنج عامل زي بتوع الجلوكوما كده. سوري جار. الهيريديتري اوبتيك نيوروباثي واحد اوتوزومال دوميننت اوتوزومال ريسيسيف اسمه اولفرام، سوري وولفرام. وولفرام سندروم ده في الفيرست يير، بقى الثاني كان فيرست ديكيد، ده في الفيرست يير. ممكن يبقى معاه دايابيتس انسيبيدس او دايابيتس ميليتس او وديفنس 3 دي 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 دي. اوكي. الاكس لينكد هو برده ممكن يجي لوحده، بس كل الفرق ان هو اكس لينكد، يعني يجي في الولاد بس. نيجي بقى للشهير، الابن الشهير اللي هو مين؟ ليبرز. ليبرز هيريديتري. الميتوكوندريال انهيرتنس بتورث من مين؟ من الافكتد ماذر. الافكتد ماذر يعني هنا الافكتد ماذر اللي هي لونها فاتح دي، فهتدي عيالها، لكن هنا الاب هو اللي افكتد مش هيدي حد. الاب افكتد هنا مش هيدي حد، لكن لو الام افكتد هتدي عيالها الابنورمال جين. في اربعه برايمري ميتوكوندريال جينوم ميوتيشن، الاربعه دول هم دول اللي بيعملوا الليبرز. بيجي اكتر في الميلز اكتر من الفيميلز. الفريكونسي اوف ميوتيشنز تختلف، وفي نيو ميوتيشنز بيكتشفوها كل شويه. بيبقى يونيلاتر. خلي بالكوا بقى البرزنتيشن هنا محمد، البرزنتيشن هنا ده انهيريتد، بس البرزنتيشن اكيوت. تخيل
ان يا جماعه معلش حطوا دي حلقه في ودنكم عشان ناس كتير جدا بتتلخبط في تشخيص الليبرز لمجرد ان جاي باوبتيك نيورايتس لايك برزنتيشن. لا ده يجي زيه زي بتاع الام اس، تخيلوا يجي اكيوت رغم انه انهيرتد يجي اكيوت. طب اقول لكم مفاجاه اكبر، ده بيريزولف بيريزولف وممكن يرجع باك تو نورمال. اقول لكم مفاجاه اكبر، اون نو تريتمنت ولكن مع الريكرنس بيبدا يخش في ايه، في اوبتيك اتروفي. تمام يخش في اوبتيك اتروفي. ممكن سيكوينشال بايلاترال انفولفمنت بعد ويكس او مانثس. طبعا بيبقى معاه مانيفيستيشن، ممكن يبقى معاه مانيفيستيشنز ثانيه بتاعه الميتوكوندريال زي بريفرنت نيوروباثي، اتاكسيا، وكاردياك كوندكشن ديفيسيت. عشان كده يا جماعه ساعات كتير بيبقى مس دايجنوزد. اولا الايدج رينج بتاعه كبير قوي من 6 لحد 80 سنه، وانيشيالي الاوبتيك نيرف بالور ممكن نشوفه في الاول. ممكن يلخبطنا مع الام اس. طب اقول لكم حاجه تلخبطنا مع الام اس اكتر، اولا الفيجوال فيلد بتاعه ممكن سنترال او سيكو سنتر، تمام زي بتاع الاوبتيك نيوراتس بتاع الام اس. والبرزنتيشن بتاع الفاندس بيبقى فيها ديسك سويلنج ولكن بيبقى فيه ثيكنينج شويه للريتينال نير فايبر لاير اللي حواليه. ده في على فكره ده عيان جاله على الناحيتين، دي اكيوت ودي عدى عليها فتره. الاكيوت زي ما احنا شايفين شكلها ديسك سوالين وهايبريميك شويه، لكن هنا بدا يحصل تيمبورال بالور. تيمبورال بالور برضه شكلها شبه الام اس. طب اقول لكم حاجه تلخبط اكتر واكتر، بصوا كده الام ار اي. الام ار اي ممكن يبقى فيه وايت ماتر ليجنز، شايفين الباتشز دي وبيري فنتريكولر وزي الفل. على فكره دي ام ار اي بتاعت عيان ليبرز، فعشان كده ممكن جدا يتلخبط معاه. اوكي طيب سوري لا ما يكونش ستيرويدز، مش هيتحسن بيها الا اذا كنت انت شاكك في الدايجنوستس. يعني لو شخصت ان ده ليبرز مش هيستفيد من الستيرويدز، تمام، لان ده اتس نوت ان انفلاماتوري. هو ده انت عارف الميكانيزم هنا ايه، اوكسيديتيف فيلير، انرجي فيلير، ميتوكوندريال انرجي فيها فليرت عشان الميتوكوندريا مش قادره تسبلاي انرجي كويس، فمفيش سبب انفلاماتوري يسمح لك انك تدي هنا الستيرويدز. طيب كده خلصنا الليبرز. الراديشن، تتوقعوا الراديشن يجي لهم اوبتيك نيورايتس ازاي؟ زي ما بيحصل جلايوزز كده في البرين. زي ما بيحصل جلايوزز بالظبط كده في البرين. للي خدوا راديشن على ايه؟ اي حاجه على البرين نفسه او على الاوربت نفسه، فممكن يحصل حاجه اسمها راديشن انديوزد اوبتيك نيوروباثي. ده يزيد الريسك بتاعه قوي كمان لو العيان كمان خد معاه كيمو. بيبقى عباره عن اندوثيليال سيل انجري من الراديشن نفسه. الام ار اي اوف ذا اوربت ممكن يبقى معاه اوبتيك نيرف انهانسمنت وذ جادولينيوم. الاوبتيك نيرف ممكن يبقى نورمال او سوالين. ممكن يبقى معاهم كمان ريتينوباثي، يعني الى جانب الاوبتيك نيرف افكشن ممكن يبقى معاهم كمان ريتينوباثي. وللاسف مفيش تريتمنت اوف بروفن افيكاسي. جربوا بقى هبل بقى، حط اي حاجه بقى، هايبربارك اوكسجين، ادي ستيرويدز كده جايز تجيب نتيجه، انتي بليتلت، اي حاجه بقى. تمام؟ طيب. بعد كده هنتكلم على البارانيوبلاستيك. بارانيوبلاستيك ايه بقى؟ بارانيوبلاستيك يعني ايه بارانيوبلاستيك؟ الشباب بتوع نيورولوجي ار فاميليير وذ ذيس تيرم، لكن عايز حد من الاوفثالمولوجي سمع عن البارانيوبلاستيك قبل كده؟ البارانيوبلاستيك يعني عنده مالجنس في مكان ما، ايوه سواء اتكشف او ما اتكشفش، لكن مدي اعراض ثانيه مالهاش علاقه بالميتاسيس، يعني هو مش رايح المكان ده بس. برافو عليك، يعني عندي زي ما هو قال كده بالظبط، مالجنسي في مكان عامل لي اعراض بارارين. الاعراض دي ليس لها علاقه مباشره بالتيومر نفسه ولا متاسسز منه، حاجه بارالل ليه. وقد يسبق ظهور البارانيوبلاستيك قد يسبق ظهور وتشخيص المالجنسي الاساسي، عشان يقول لك ما اسال على هيستوري اوف مالجنسي سهله. لا انت مش شرط تسال على هيستوري اوف مالجنسي تلاقيه بوزيتيف، ممكن تلاقيه نيجاتيف وتلاقي بعد ييرز اكتشف ان طلع عنده ده كده عنده كانسر. الله ده اللي كنا مشخصينه في الاول ده طلع ان هو كان بارانيوبلاستيك. طبعا سمول سيل لان كانسر طبعا من اشهر الحاجات اللي هيعمل بارا نيوبلاستيك سيندروم. تمام، خلي بالكم البارا نيوبلاستيك مش كلهم نيورولوجيكال برضو، عندنا كونسبت احنا بقى بتوع النيورولوجي ان اي بارا نيوبلاستيك لازم يبقى نيورولوجي. لا ده فيه هيماتولوجيكال، يعني الدي في تي اللي بتحصل في عيانين الكانسر ده بارا نيوبلاستيك. هو الدي في تي ده
حاجه هيماتولوجيكال كومبليكيشن. فبالتالي لما اجي اتكلم على كلمه بارانيوبلاستيك لازم احط فيها لو انا بتاع نيورو بقى عايز اقولها صح اقول نيورولوجيكال بارانيوبلاستيك سيندرومز. تمام. البارانيوبلاستيك سيندرومز اللي عندنا عندنا ثلاثه مشهورين قوي. واحد اسمه كار. كار ده اللي هو ايه؟ كانسر اسوشييتد ريتينوباثي. الثاني اسمه مار. مار ده اللي هو ايه؟ ميلانوما اسوشييتد ريتينوباثي. تمام. الثالث اسمه بون ده بارانيوبلاستيك اوبتيك نيورايتس. يبقى دول الثلاثه المشهورين. بس خلي بالكم الاثنين اللي فوق دول ايه؟ ريتنا اكتر. الاثنين اللي فوق دول ريتنا اكتر. اللي تحت ده اوبتيك نيرف شخصيا. تمام. العيان يبريزنت بروجريسيف لوس اوف فيجن وفوتوبسيا. فوتوبسيا دي بقى يا جماعه هنلاقيها كتير, يعني هنلاقيها متكرره كتير. اهم يا جماعه الثلاثه عشان ما ننساهمش, كار وميلانوما وايه, ما لكمش انتوا في الكرتون خالص, في كرتون كده اسمه بونانزي. فدي بون اهي طبعا, ولا لا تعني بالنسبه لكم اي حاجه, ماشي ولا كاني قلت حاجه. طب كار دي جايه منين؟ كار هو كار اختصار ايه؟ كانسر, مش كارسينوما, محدش قال كانسر اسوشيتد. ده غالبا بيبقى جاي منين؟ يا سمول سيل لان كانسر يا مين؟ جاينيكولوجيكال. يبقى مين اللي قاعد في العربيه؟ واحد ومراته, واحد بيدخن ومراته قاعده جنبه. تمام. فيجي له ايه؟ كار. اوكي. طيب الانتي بودز اجينست ايه؟ اجينست كالسيوم بايندينج فوتو ريسبتور بروتين اللي هو مسؤول عن الترانسدكشن اوف لايت. فعشان كده هتيجي في الريتنا. ده بروتين مسؤول عن الترانسدكشن اوف لايت. لما يتكون ضده انتي بودز يبقى اللايت مش هيبقى ترانس ديوسد. صح. طب المار اللي هو الميلانوما, عنده ميلانوما يجي له فوتوبسيا. والانتي بودز هنا اجينست البايبولر سيلز بتاعه الريتنا. فاكرين الريتنا؟ فاكرين البايبولر سيلز بتاعه المره اللي فاتت؟ طب هم كانوا الليرز كانوا ايه؟ وانا الهوا دونت اسك مي ايه؟ فوتو ريسبتورز بعد كده بايبولر. برافو عليك. جانجليون سيلز. برافو عليك. طيب البون بون بون ان زي بون اللي هو مين بقى؟ تمام. بيجي بروجريسيف فيجوال لوس واوتو انتي بوديز اجينست ايه؟ حاجه صعبه جدا, حاجه اسمها كولابسن ريسبونسيف ميدييتور بروتين, اختصاره سي ار ام بي. ده لازم نحفظه, بتوع النيورولوجي لازم يحفظوه, لان الانتي بوديز ده متكرر في حاجات تانية, حاجات بارانيوبلاستيك سندرومز تانية, حاجات ليها علاقه بالكوريا وحاجات تانية كده. انا كنت بحفظه ان هو كرومبا هو سي ار ان بي كرومبا اهي, فاكرينها؟ اللي مش عارف بولان زي يبقى لازم يفتكر على الاقل مين. ضحكتوا عارفينها الحمد لله. طيب احنا كده خلصنا الباراني بلاستيك, فاضل لنا مين؟ توكسيكو نيوتريشنال. هو موضوع المحاضره الجايه هتبقى على الفيجوال والاوكيلوموتور كومبليكيشنز اوف توكسيك نيوتريشنال ميتابوليك ديفكتس. تمام. ذاتس واي ثانك يو.